هذه هي ضحية الأسد. قصف مدفعي وطيار روسي عنيف تتعرض له ضحية الأسد في محاولة النظام لاسترجاع النقاط التي خسرها. وبإذن الله المجاهدون مستمرون حتى حي 3000 شقة، واشتباكات الآن على أطراف حي 3000 شقة. هذه ضحية الأسد. الله أكبر. هذه ضحية الأسد. المدنيون تركوا عداتهم والداتهم وأغراضهم المنزلية. Allez, allez, allez!